السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت. بهذا الفيديو راح نحكي تحديث 11/30 اللي اجى عن طور الزومبي والباتل رويال، شو الشغلات اللي اجت فيها إن شاء الله، راح نحكي عنها كليات. الفيديو راح يكون شوي طويل، راح نختصر شوي ونروح بسرعة على التحديات ونحكي لكم شو اللي صار، شو نزل جديد، وخصوصا طور الزومبي أكثر شيء نزل عليه شغلات كثير جديدة طور الزومبي. هلا خلينا نبلش بالفيديو، لاستي جو. رح ندخل طول الزومبي هلا هون عمر ريدي. طبعا في التحدي الصقيع اللي هو اساسا اجانا هذا اجى سنه الماضيه ضد رجع مره ثانيه. طبعا في مشكله باللعبه، اتوقع عندما ندخل نحن هون في هاي المشكله، ما بعرف اول ما ندخل اعطيني ثلاثه حدد نوع اللعب اين نلعب، ما هون ثلاثه نطلع لهم. المهم في مشكله كان طول الزومبي، في كثير مشاكل انا شفتها خلال هذا التحديث النازل. المهم في عندنا تحدي اسمه فديه هولي جولي، فيديو تولي جولي، هاي في مجموعة تحديث تحديات لازم نعملها تخلصها تناخذ منها بالاخير راح يعطونا مسدس. المهم بعدين نحكي عن هذا الموضوع ونرجع. هلا اول شيء اول ما تفتحوا انتم راح يعطيكم هدية، مثل ما كنتوا شايفين انا زرت التحويل بعد ما شالوه من عندي، راح تشوفوا هلا قدامكم وطلع تحت عندي هون تحت هيك تحت هون موجود شلون انه ايش طلع لي بعد ما فتحت اللعبة، ايش جاني هدايا، جاني شيء 79 هدية، هذول الهدايا جاني كثير شخصيات حلوه مسك، يعني كان في شيء شغلات جدا خرافيه وجدا حلوه كانوا عطوني اياها بكروت التحويل. المهم انا فيهم طبعا بعد ما اخذناهم طبعا في هون كان عندك في، وطبعا هون حول ما تحول، وفي هون حول مجال العناصر طبعا جددوا لانه في كثير شغلات نزلت، مثل هذا السلاح نزلوه كان ما موجود امبارح ونزلوا هذا هو مثل ما هو الباقي مثل ما هو، وهون نزلوا بالاضافه لهذول الشخصيتين خبير اطلاق النار ومتخصص الدعم، هذول نحكي عليهم ان شاء الله مستقبلا. هلا ما راح نكثر حكي بس المهم عم نحكي بلمحه بسيطه سريعه. قديما مثل ما بتعرفوا كان موجود عندنا قطاع الحلوى، اعطوني بدل 21 لما، راح تشوفون هلا مثل ما انتم شايفين بالفيديو 21 لما راح افتحهم وراح افرجيكم انا بالاخير شو طلع لي ضمن ال 21 ال 21 لما للقطاع الحلوى، طلع فيها شغلات جدا حلوه ومتميزه وجميله. المهم انا فيه ولمات الشتاء، شو ممكن راح يجيكم بلمات الشتاء؟ طبعا انا فتحتهم وسجلتهم بس ولكن طلع المايك نسيت اني اشغله، فرجت عم بعيد التسجيل مره ثانيه. شايفين شو عم بتعزز تقريبا شي ساعه كامله انا عم بسجل، راح التسجيل لقيته بس لانه نسيان المايك انه يطق الزر اشغله، هلا رجعت اتاكد منه انه شغال. المهم شو راح يجي لمات الشتاء؟ طبعا فرجيكم انا بالاول شو ممكن انتم تجيهم او شو ممكن يجيكم وشو ممكن تتوقعوا راح يجيكم. تفتحوا على كتاب المجموعه، بتروحوا على افراد الحدث، بتفتحوا على ابطال العيد. ابطال العيد مثل ما انكم شايفين في شخصيات قديمه موجوده عندنا وفي شخصيات راح نحصلها جديده. طبعا مثل ما انكم شايفين في عندك هي الشخصيه خبير مو هي خبير اطلاق النار؟ ايه هذا هو خبير اطلاق النار، ايه تمام هذا هو خبير اطلاق النار اللي اخذنا من مجموعه من الكوليكشن بوك من متجر العناصر. وفي شخصيه ثانيه وينها؟ الثاني. المهم راح تحصلون هون راح يجيكم كل شيء، هذا من هون بلامات شتاء راح يجيكم الشغلات راح تجيكم موجوده هون، بالاضافه في ثلاث اسلحه ما موجودات راح تحصلون بالحدث وبتجديد السوق الاسبوعي في شغلات راح تجيكم هلا بورجيكم بعدين. المهم عشان تعرف انت ايش راح يجيك بلامات الشتاء راح يجيك هذول الشغلات. طبعا بالنسبه للليجندري وللميثيك كل ثلاث لامات حتى يجيكم شغله ليجندري او ميثيك. طبعا في اللامتين اللي انا فتحتهم كان في عندي يعني جمعت حق لامتين طلع لي شيء واحدة بس. ليجندري واللي هو هاي الشخصية وطلعت لي هاي البنفسجية. بنروح هلا شو ممكن كمان شو ممكن كمان اسلحة بيجيكم، بتفتحوا مخططات الاحدث اسلحة العيد مثل ما انكم شايفين هدول سلاحين ضافوهم جدد، اما باقي الاسلحة تقريبا اغلبيتها موجودة. هذا موجود في ضمن تحديات جولي جولي هولي جولي هولي جولي تحديات هولي جولي راح تقدر تحصله. هدول موجودات استاذا مسبقا، في هذا كمان تحديات هولي جولي اتوقع راح تحصله او مجر الاسبوع ما بعرف، هدول كمان موجودات بس ولكن كنا عن كلمة ولكن. مثل ما انكم شايفين هذا السلاح نزلنا هلا بالاسبوعي، هذا ما بعرف ممكن تحصله اتوقع باللامات هو هذا وهذا. هلا هذا الفخ اعطوني اياه بال 79 لاما الكروت التحويل وقت فتحتهم، اعطوني هذا الفخ ما بعرف شو مناسبته السبوبه ما بعرف. المهم اعطوني هذا الفخ بثلاث انواع، اعطوني اخضر وبنفسجي واعطوني ذهبي، اعطوني اثنين ذهبيات. المهم القفله انا عندي هذا وراح اسوي لكم عنه مراجعه ان شاء الله بس نجرب ونشوف شلون مدى فعاليته ضد القصف الطائر اسمه هو مضاد جوي، هو بس لما العجوز ترمي او هذا اللي بيرمي الزومبي بيلقطون
وطبعا هو بس مدة مشكلته بس لقط واحد بيطول شي 7 ثواني تيرد يتجدد، فواحد اثنين ما بكفيك، لازم تبني شي 20 واحد حواليك حتى تقدر تحمي القاعدة بشكل صحيح. وما يمكن انا اشوف انه انك تبني ابراج اشرف لك، لاني موارده كمان غالي. هذول الاسلحة اتوقع رح يجوك باللامات. في عندك هذول السهمين ما بعرف منين نحصلهم، هذا رح يجينا من ضمن التحديات الاسبوعية، تحديات جولي هولي هولي جولي. وفي الفرد ما حاطينه هو ما بعرف ليش، وفي هذا الفرد بتذكر انه لعبان فيه. المهم هذول الشغلات رح يجونا ضمن الاحداث، او هي اسمها هي هدايا العيد، او شو هي شخصيات العيد رح تجيني، افراد العيد رح يجيني هذول الشغلات. نزلنا بشي لاما، هي شخصية الجندي. وعندك الكونستراكتر لسه مو واضحة، بس اتوقع 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 رايح ينزلوا عليهم احداث، يا اما رح ينزلوا باللامات واحدة من هذولتين، او بالمتجر. بس المتجر ما هي قوية جدا، لانه المتجر هلا جدد تبع الحدث، راح لنهاية السوزن تتجدد المتجر الحدث، فما اتوقع انه رح يصير حدث تاني. فاتوقع اتوقع اتوقع واتوقع واتوقع التوقع الاكبر راح يجي ضمن تحديات تقدر تحصل هدول الشخصيات، او بلمات الشتاء ماني متاكد، بس لمات الشتاء ما برجح كتير، لاني قلت لكم هدول الشخصيات من هدول الشخصيات ما موجوده ضمن لمات الشتاء. المهم تحدي الفرن، راح نحكي لكم بشكل مختصر وسريع شو راح يصير بتحدي الفرن، وانا راح انزل لكم ان شاء الله فيديو خاص ناس تحدي الفرن شلون تخلصوا. ما طبعا معاها اشوف اجمعني سكواد محترم ونلعب، نحاول نخلص 20 هجمه او 30 مثل موجه صقيع. تحدي الفرن كل ما هنالك، في عندك فرن ايش المطلوب منك، في عندك هذول البلوك لازم تروح انت تجمعهم، تجمع موارد، وفي عندك مناطيد تنزل بتلم منها موارد، بتحاول انك تحمي هذا الفرن لاطول قدر ممكن. بالموجه التاسعه رح يجي عليك تيكرات بشكل جدا كبير، بعد التاسعه ما بعرف، لان انا بس مره جربت وحده طولت 36 دقيقه، جتني بالهجمه ال 36 جايني التيكر، بس لاني شفت انا بتذكر السنه الماضيه في ناس وصلت تقريبا 2 ساعة والناس عم تلعب مهمه الفرن، ظلت متحملتها. يعني هي انه تحتاج فريق جدا قوي ويكون جاهزه بيربح هاي التحدي. ان شاء الله نعمل عنه بس مباشر، وراح احاول اليوم انا بلكي العب اوصل ل 20 هجمه بموجه الصقيع هيك بشكل عشوائي. النقطة الأساسية بمهمة الفرن حتى تلعبها، حتى تكون مركز عليها إذا أنت نزلت أنت وسكوادك، كل ما هنالك شخص يكون كونستراكتر وثلاثة يكونوا أجانب، وبيروحوا بيجمعوا له موارد وبيحطوا له إياها عنده، وهو يكون الكونستراكتر، هو شرطه يتمدد ويوسع القاعدة. هي أنا شفت أفضل طريقة وأسلع أحسن شيء، وتبلش توسعوا حواليه. طبعا هو بتبلشوا مثل ما مثل المنطاد مربع و4 دراج، وبعدين تبلش تفرش الارض بوكسات ارضيه، بعدين بتسوي على ال4 جهات بتسوي غرف اعدام مثل العاده، وبعدين شوي شوي تحاول انك تتوسع وتوسع الارض وتلفل البناء وتكبر بنائك حتى تقدر يعني انه تغطي الارض بشكل كامل، وتحاول تتحمل موجة الصقيع، لان كل ما اعطيته كل ما اعطيته بلوك اكثر كل ما صرت يعني انه يشتغل اكثر. وهم الشيء لازم ما ينزل تحت 25%، او انك تحاول اساسا ما تنزل تحت 50%، لان في تحدي من ضمن التحديات انه ما يصير ينزل باور تحت 50%، انك تحاول تخليه دائما فوق ال 50%. هذا هو كل تحدي الصقيع اللي اجينا هذا الاسبوع، وهلا بورجيكم شو اجتنا شخصيات، او في شيء شو هي الشغلات اللي اجتنا بداش 30 على الباتل رويال. مثل ما انكم شايفين اجتنا هالمجموعات الموسيقيه والرقصات الجميله وشويه شناطي وعلى شويه كم شخصيات، في شغلات جميله جدا وفي شغلات مش حلوه. بالنسبة للموسيقى مثل كل عادة دايما مثل هو موجودة في قائمة التشغيل، الموسيقى والألحان كلهم أنا عملت عليهم نزلتهم موجودات، ممكن تروح تحملوهم. والباقي شخصيات إن شاء الله، بس في 3 شخصيات ممكن في ناس تفكرها رح تنزل، هي السمكة والبنت الثلج وهذاك الوحش، رح ينزلوا ضمن حزمة ما رح ينزلوا بالأيتم شوب. بس كل هون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك، تستنينك اليوم بجديد حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.